محتاجين ندعي. انت كمواطن معرض للموت او الاصابه، ادعي لنا انت بس بالستر ووحده ما نتعلق به. الله يفتح عليك. به ان ندفع هذا الهم والغم والوباء عن مصر. صدقت. رئيس عبد الفتاح السيسي هو وحده ما نلوذ به. انا قلت ندعي مش نلحد. انا سعيد ان في ناس بتسمع كلامي. اهي المشروعات اللي على ضفاف القناه هي اللي هتضاعف الدخل. تنميه زراعيه ومصانع على ضفاف القناه، والاهم محطتين على الاقل لصيانه السفن عشان خاطر يسمعوا الكلام. طالما اخذنا خطوه صح ان شاء الله لازم نكمل صح. باركولي، الصراحه انا قررت اسمع كلام رئيس الوزراء واجيب توك توك. دفعت امبارح واستلمت الورق. يا دي المصيبه، هو انا ينفع اخد فلوسي ومش عايز التوك توك؟ انا عارف ان انا كده عيل، بس الحكومه طلعت اعيل. اجدد فتاوى الموسم، محدش يدفع لهم الكهرباء خالص، رواه الشيخان اهو. طالما رواه الشيخان يبقى صح. بس انا من رايي لما تنوي تعمل حاجه غلط اعملها صح. اسرق وصله من عداد الكهرباء وحاسب على تكلفتك الشهريه المعتاده، رواه العبد لله. اقول لك الحق